وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انظروا معي إخواني الكرام، نبتة السدر هنا، شجرة السدر هذه كيف يرى عليها النحل بكمية كبيرة. انظروا إخواني، ما شاء الله ما شاء الله، انظروا ما شاء الله إخواني، النحل يسرع عليها بكمية كبيرة، انظروا، ومتوفرة بكمية كبيرة في هذه المنطقة. انظروا، هذا تقريبا كامل سدر، انظروا إخواني ما شاء الله، هذا هو السدر، يعني يبدأ الآن، يعني الآن عنده 10 أيام منذ أن فتحت أزهاره، فتحت أزهاره، انظر يجلب منه الرحيق بكمية كبيرة، ما شاء الله. انظروا إخواني كم هائل من النحل يرى على السدر، هذا هو السدر إخواني. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.